فوجئ طلبة بإحدى المعاهد العليا في مدينة سوسة التونسية أثناء تأديتهم لامتحان تحضيري عادي بتضمن ورقة الامتحان رابطاً لموقع إلكتروني على شبكة الإنترنت على رأس الصفحة. ما هو هذا الرابط؟ في القصة أن الأستاذة تقوم بعملها المسؤولة عن الامتحان اعتادت التعامل مع أحد المحلات التي تقوم بالطباعة وأيضا تستخدم للإنترنت في طباعة أوراق الامتحانات التحضيرية، وأعطتهم ورقة أسئلة لتتم طباعتها وتوزيعها لاحقا على الطلبة. الأستاذة بعد أن تم طباعة أوراق الامتحان عادت تتسلم الأوراق الامتحانية كالمعتاد التي طبعت في المحل دون الاطلاع عليها، ذهبت بها مباشرة إلى غرفة صف الامتحان. الأستاذة قامت بتوزيع أوراق الامتحان على الطلبة، وعندها تفاجأ الطلبة بأن هناك رابطا موجودا على رأس الصفحة، هو عنوان موقع إباحي مشهور أو معروف لديهم على الأقل. هذه هي ورقة الامتحان التي انتشرت على مواقع التواصل. نحن طبعا لا نستطيع إعطاء أي معلومات عن اسم المعهد، وكما ترون فإن هناك رابطا موجود مضلل بدا هذه الدائرة الحمراء، فيه موقع إباحي موجود على رأس الصفحة في ورقة الامتحان. مشاهدينا، مدير المعهد تحدث إلى إذاعة صبرة أف أم المحلية في تونس، وأوضح أن الموضوع قد عولج وأن الوضع في الجامعة طبيعي جدا. ان الاستاذ وقت يروح في الدار حتى الطلبه ما فقوش تفاجئوا ان هذه تخرج على صفحات التواصل الاجتماعي، فهمتي؟ واستاءت الناس الكل، وقمنا طبعا سلسله جديده ورجعنا للطلبه. المهم في العمليه ان الطلبه مظلمين مع الاستاذ نتاعهم، الاستاذ مسكينه تقلقت في وضعيه نفسيه صعيبه، تقلقت، الطلبه مظلمين معاه وجابوا لي ورقه نتاع مستنده رسميه مصحين فيها كل الطلبه، قالوا طلبوا من الاستاذ نتاعها وطلبوه حتى لتليفونه الشخصي، قالوا مادام ارجع يقري احنا نعرفوك الاخلاق عالي ومش كاول عام تقرينا. احنا سنوات ربي ولا ظاهرة هذه غريبة على المعهد ونعرفوها تقع بالسبام وبالادريس والحكايات هذه. والاهم في الامر اللي نطمن به كل المستمعين وكل الاولياء ان الظروف داخل المؤسسة اكثر من عادية.